انا سعاد الواصيل زوجة المرحوم عبد الطفل الحسوني اللي توفى ليا نهار الحد في العشيه. نهار وقعت الواقعه الزوج ديالي ما كانت في راسو حتى شي حاجه، كنت غادي انا وياه من المدرسه مشينا سجلنا الدراري وغادين، حتى كيهضر معاه الشيخ والقيد كيتعرضوا لي في الطريق، كيهضر معاه في مكالمه هاتفيه شويه توقفوا لي عند رجلي، من وقفوا لي عند رجلي قال لي غتحيد هذاك القفز، قال لي ما هذاك القفز ديال الزوجه ديالي ديال التعاونيه فلاحيه راه ماشي ديالي، قال لي المهم لك انت انا كنخالف القانون اعتقلني سعاده القيد ويلا تتشوف بعينك. سعاده القيد مشى شاف هذاك الشيء، كي مشى شاف رجع جمع المخازنيه ديالو وجمع مني رجع قال لي بان راه رئيس الجماعه هو اللي عاطيني الاذن باش ندير هذا الشيء باش نحيد لك هذا الشيء. خرجت مشيت انا بالوصول ديالي مني لحقت الباب تاع المارشي لقيت كيخرجوا في القفز والبيض كيلوحوا لي في الكاميو تاع الزبل. درت انا القفز بحال هكا قلت لي سعاده القيد شنو كدير؟ هذا الشيء راه ديال المشروع راه ديال التعاونيه ماشي ديال ديالي انا، ديال التعاونيه انا كرئيسه التعاونيه راه ديال عيالات نسائيات معايا في التعاونيه فلاحيه من اجل محاربه الهشاشه والفقر، راه السيد العامل وغيبغي هذا الشيء. قال لي سيري ادعيني سيري ادعيني، قلت له انا فريد انا كان السيد العامل موافق على شيء، قال لي قلت لك سيري ادعيني صافي. هو يدفعني من يدفعني وسبني راجلي خرج لقاه كيدفعني سبني لحد جاكيطه، ملي لحد جاكيطه حطها هكا قال لي ما تقيساش هي مشهره. هذيك الساعه فين دخل دار المشكل هما داين قالوا واش بغيتيني ندير شي حاجه في راسي، ما خلونيش حتى مني ندوز في الاخر. البريكه ماشي عرفتش المره الاولى وماشي عرفتش المره الثانيه هما حابسيني برا صافي. من اجا زيتو دينا ديتو السبيطار هما زادوا ركبوا الطوموبيلات ومشاو، لان كانت عنده مشاكل كانوا عنده اعداء بزاف في السبيطار لان كان كيشهد بالشهاده ديال الحق، كان عنده مشاكل مع رئيس الجماعه لان رئيس الجماعه مع المستشفى مع السبيطار، رئيس الجماعه انه هو التوقيف ديالو من السبيطار حتى هو مع هذيك الموليده رئيس الجماعه، لان مني شهد في لابريكات في المحضر وعندي الوراق ديولي عندي الوثائق ديولي ديال اثبات الشهاده ديالو بانه هو حضر لهذيك السيده التربيه مني جات ومشات في الطريق وهذيك الموليده ما مشاش معاه ومات التربيه في الطريق. مني السيد الاب تاع الضحيه قدم دعوه حط الشاهد سيكيريتي ما يمكنش انه غيقول ما شتش، راه شت قال شت، قال لي لا ما تقولش هذاك الشيء ما خاصكش تقول شت. قال لي واش انا واقف في الباب استقبلت السيده ودخلتها وما نقول ما شتش، والملف راه باقي جاري في المحكمه دابا والوثائق راه كله ما عندي. هذا هو المشاكل، اصل المشاكل من بدات من هنا. هذا الشيء اللي وقع لراجلي وانا كنطلب من الله الحق سبحانه الله ياخذ لي في مرض. دعيت من الله اول حاجه، دعيت من الله اللي كان حيله وسبب في الموت راجلي راه ما قتلش راجل قتلوه هما اللي دفعوا ان التامات. دابا انا خلى لي جوج التوام جوج الوليدات باش غنعيشهم، على الاقل يفكروا فيهم هما ما يفكروش فيه هو. انا كنطلب الله الحق سبحانه ياخذ لي الحق منهم، وكنناشد سيدنا من هذا المنبر والسيد العامل ان ياخذ لي حقي. هذا الشيء اللي كنقول في الباب تاع سيفيل كيغوت كيقول لهم شوفوا رئيس الجامعه اش دار فيا، راه المواطنين في سيفيل كاع شافوه، شوفوا رئيس الجامعه اش دار فيا، شوفوا الشيخ المقدم اش دار فيا، شوفوا القيد شنو دار فيا، شوفوا انا مواطن وتحقرت في بلادي ما تحقرتش في بلاد الغربه لان دوز تركيا ودوز اليونان. قال لي يوم ما تحقرتش فيهم وجيت لبلادي وتحقرت، هذه راه ثالث معدل وثائق وعندي اثبات باش كيسلب لي الحق ديالو. ديما كيتسلب لي الحق ديالو علاش؟ حيت هو مسكين ضعيف ما عندوش، ولكن عنده الله الحق سبحانه، ولكن حقه غياخذوا ليه، حقه غادي ياخذوا ليه ما غاديش يضيع فيه. الرساله ديالي انا كنطلب من سيدنا الله ينصره والسيد العامل عماله اقليم رحامنا انه ياخذ لي حقي، راني ضعت انا ولادي، راه هو الوحيد اللي كان هاز بيا واخا ما عندوش كان كيجيب والديك 10 درهم كنعيشوا بها الحمد لله. عنده جوج توأم راه ما عندناش، عندنا الا الله الحق سبحانه. وهذه هي الكلمه اللي خرجتي.